احنا عندنا مشكل مع القنصلية الإيطالية المتواجدة بالدار البيضاء، عندنا تأخر في الرد على الفيزا، ما كيجاوبوناش. حنا دافعين من شهر 7 شهر 8 وباقي ما جاوبوناش. 2021 دابا 2022 ومازال ما جاوبوناش. بغينا نعرفوا شنو السبب ديال اعطاء التاشيرات في مدينه الرباط وهنا كاين تاخر. سرعه الرد كاينه في الرباط وهنا كاين بطء الرد في القنصليه اللي متواجده بالدار البيضاء. بغينا شي توضيح من القنصل او شي مسؤول يجي يهضر معنا يقول لنا اشنو كاين. دابا حنا من 11 ديال الصباح وحنا هنايا وباقي حتى شي واحد ما هضر معنا، حتى شي واحد ما خرج قال لنا شي حاجه. الرونديفوات ما كاينينش، ولينا كنتعرضوا للنصب. كيقول لك بغيتي شهر 5 عطيني 6000 درهم 7000 درهم تاخذوا في شهر 5 تاخذوا في شهر 4 تاخذوا، تقدر تاخذوا غدا كاع تاخذ رونديفو. بغينا نعرفوا هاد الشيء علاش، هاد التماطل وهاد التملص اللي كنعانيو منه من طرف القنصلية. اليوم جينا حنا كأشخاص معنيين اللي متضررين، حنا تجردنا من هذا الحق، الحق ديال إعطاء التيشيرة من أجل اللحاق بعائلة ديالنا في الديار الأوروبية. فهذا ما كتسماش تجمع عائلي. دابا ولا في القنصليه ديال الدار البيضاء هو الشتات العائلي، هو العنوان ديالها الرئيسي، العنوان ديالها الرئيسي هو الشتات العائلي. فهناك تملص من المسؤوليه، هناك عدم رقابه، مسؤوليه لدى السيد القنصل في الدار البيضاء. على غرار القنصليه اللي كاينه في الرباط فهناك ليونه وسهوله في اعطاء التاشيره التي لا تتجاوز مدتها 15 يوما، بل وهناك من اللي خذ التاشيره ديالو في 4 ايام 5 ايام وما فوق. واش كطالبوا دابا؟ كنطالبوا غير نقول كنطالبوا غير علاش هذا التاخير، علاش هذا التملص من سميتو من المسؤوليه ديال السيد القنصل. يقول لنا علاش هذا التماطل بزاف، كاين اللي كيتسنى 7 شهور، كاين اللي كيتسنى 8 شهور، كاين اللي كيتسنى عام، وحتى الروندوفوات دابا مشكله فيهم مشكل كبير، وكاين هناك وكاين داك الشيء ديال السماسريه حتى هما راه عيقوا بزاف ديك القضيه ديال المواعيد، او الموعد دابا ولا واصل 3000 درهم 4000 درهم حتى 5000 درهم، يعني راه بزاف. غا الموعد غادي هذا غا الموعد، اما التاشيره سير عاوتاني رحله الشتاء والصيف. هذيك انا عندي تمط على حساب الفيزا، انا دابا التاشيره عندي حق 45 يوم يجاوبوني، التاشيره ما جابونيش. بنتي عندها 15 20 وقت يجاوبوها ما جابوهاش، فهمتيني؟ اش انا ما تحتاجي هنا قدام قضيه الطاليان، عندي تمط الطاليان بزاف ماشي بحال ديال الرباط، الرباط يجاوبهم 15 20 يجاوبهم يزربيو كاع التعيين يزربيوها، حنا هنا لا. ثلاث شهور كاين مشا كاين عباد الله اللي عنده 6 شهور 7 شهور، كاين اللي عنده عام تقريبا، كاين عنده ورقه مازال خير صعوبه، عنده راه عنده مشكل في ورقه خصو يعاودها يومين ثلاثه مسبطولو تيخلوها واحد حتى 4 شهور 5 شهور ودوك الدوش يكمل ديك الوراق يساليو يجي يقول اه خصك الدوزي من الاول تعاود الدوزي، ماشي ما يمكنش هادشي. هذا خصنا خصنا نخدمو كلشي هذا، والدوازا خصهم يمشي مرتبين. هذا دابا شهر واحد بواحد، شهر جوج بجوج، شهر ثلاثة بثلاثة، شهر أربعة ماشي تمشي بترتيب، شهر سبعة سبعة يعطيهم الوالا، ثمانية يعطيهم الوالا، شهر تسعود نفس المشكل، عشرة ماشي تمشي بترتيب. وهذه الخدمة ماشي يجيو واحد عنده شهر سبعة وعطيه شهر واحد، ما يمكنش.